والسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة. يجدد لقاءنا معكم مستمعينا الأعزاء يوميا من الأحد إلى الخميس مع ضيف جديد وموضوع طبي جديد. في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنستضيف باقة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. يسعدني أكون معكم أنا نشوى السكري لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر، وموضوع طبي جديد اليوم متعلق بالأسنان. تابعونا لمدة ساعة على الهواء مباشرة. ولأن برنامج طبابة برنامجكم منكم وإليكم وهو برنامج تفاعلي، فبيسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. أيًا كان جهازك أندرويد أو آي أو إس، بإمكانك التواصل معنا من خلال تحميل تطبيق ألف ألف أف أم والتواصل معنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، إنستغرام واليوتيوب. اللي يحب أنه يعني يستفيد من حلقة اليوم أو يشاركها أحد مهتم بالموضوع اللي راح نطرحه فيها، الحلقة راح تكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة على اليوتيوب. أما موضوع حلقتنا اليوم فهو عن علاج العصب، ومعلومات مهمة هنتعرف عليها من فين؟ من مصدرها. مثل ما تعرفوا تصاب الأسنان بالكثير من المشاكل اللي بتنتج غالبا عن عدم الاهتمام بنظافتها أو المتابعة الصحية اللازمة، أو تناول أنواع من الأطعمة اللي بتؤثر على سلامتها. وجع عصب الأسنان هو من أشد مشاكل الأسنان من حيث الأعراض وما يترتب عليه من مضاعفات. ولأن المرضى المصابين بمشاكل في عصب الأسنان بيعانوا بشكل كبير، هنتكلم اليوم في حلقتنا عن علاج العصب والمعلومات الشائعة اللي بيتبادلوها الناس بينهم وبين بعض عن أعصاب الأسنان، واللي بتجعلنا في بعض الأحيان يمكن ما نتلقى العلاج المناسب في الوقت المناسب. اليوم هنعرف كثير من المعلومات عن الأعصاب، تحديدا أعصاب الأسنان، مع ضيف حلقتنا الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوادنت للطب وتجميل الأسنان. حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتورة، ومساء الخير عليك وعلى الجميع، وسعيد بتواجدي معك المرة الثانية. إحنا أسعد يا دكتور بوجودك معنا، وسعداء بالرسالة اللي بتحاول توصلوها في أكوادنت للمجتمع بخصوص التوعية والتثقيف الصحي الخاص بصحة الفم والأسنان. حلقتنا اليوم عن علاج عصب الأسنان، معلومات من مصدرها، وحضرتك أكدت لي أنه مهم جدا أنه ناخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي. ليش يا دكتور؟ صحيح. طيب إحنا العصر الحالي المعلومات وسرعة انتشارها كبيرة جدا وسريعة. طبعا أنا أعتبر هذا سلاح ذو حدين، المعلومات المهمة الصحيحة كويس أن هي تنتشر بشكل سريع، لكن في نفس الوقت الشائعات أو الخرافات أو التشويش اللي بيصير على الناس بيصير بشكل سهل مقارنة بالعصر الماضي. فهذه إحنا دخلنا في إشكالية كبيرة في آخر 10 أو 20 سنة مع زيادة طبعا السوشيال ميديا وزيادة التواصل، صار تناقل الأخبار سهل جدا، فسهل إنه يصير التشويش على الناس بمعلومات بعض الأحيان بتكون غلط أو بعض الأحيان بتكون مفهومة غلط، بتطلع من الناس ما هم مختصين، فبيصير الالتباس اللي بيصير موجود عندنا في المجتمع. وطبعا إذا نرجع للتاريخ بنلاقي عادة في الأوقات اللي بيصير فيها ضعف ثقة في المجتمع، آخر شيء ممكن جائحة كورونا، عادة كل المجتمعات في العالم صار فيها شوية فقد للثقة، فالجماعة هذه غالبا يستغلوا الأوقات هذه ويبدأ ينشر ويروج المشاكل هذه مرة تانية، سواء كان مشاكل عامة تطعيمات أو إحنا بالنسبة لنا عادة مشكلة اللي هو علاج العصب دائما يسبب سرطانات وسبب أمراض تانية بتنعاد الكلام ده لنا يمكن 70 سنة 50 سنة،
وتختفي فترة وبعدين ترجع في وقت ما يصير مرة ثانية. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي إنه علاج العصب ممكن يكون بيؤدي إلى الإصابة لا قدر الله بالسرطان أو بأمراض أخرى في الجسم، ويمكن في فيديوهات موجودة على اليوتيوب من مصادر إحنا بنعتبرها مصدر موثوق لأنه اللي بيقدمها شخص المفترض إنه على علم ودراسة، لكن لا ليس متخصصا في مجال الأسنان. وهنا نسأل السؤال اللي دائما نكرره، هل بالفعل علاج عصب الأسنان أو سحب العصب مثل ما يقولوا ممكن يؤدي لأمراض في القلب وفي المعدة وفي الدماغ أو يؤدي للإصابة بالسرطان؟ طيب إحنا نتكلم بصفة عامة، الكلام هذا غير صحيح. ما عندنا دليل علمي بيقول إنه علاج العصب إذا سار بيسبب سرطان أو بيسبب المشكلة الفلانية. إحنا ممكن الخراجات اللي موجودة إذا ما تعالجت، طبعا احنا الفم وصحة الفم ما هي معزولة على الجسم أكيد. والكلام هذا يعني لازم يكون واضح للجميع، فاحنا المشاكل اللي موجودة سواء كان خراجات او التهابات اذا ما تم علاجها واحتمال هي احتمال كبير انها ممكن احنا تسبب لنا مشاكل بصفة عامة في الصحة. ودائما بنشوفها المرضى السكر، المشاكل اللي بتزيد في اللثة او في الخراجات بتعكس هذا على المرض اللي هو موجود عندهم اللي هو السكر. لكن اذا احنا بنتكلم على موضوع انه علاج العصب بيكون مرتبط بسرطان الثدي مثلا، لانه في الكلام اللي كان بيطلع انه تقريبا 90% من المرضى اللي عندهم سرطان ثدي عندهم علاج عصب في نفس الجهة. عشان احنا نفند الموضوع هذا ببساطة عشان الناس تعرف انه الكلام هذا غير صحيح، هو هذا كل الشائعة هذه او الكلام ده معتمد على شيئين. الشيء الاول انه دراسة في دكتور اسمه برايس قبل 100 سنة 1920، دكتور هو كان طبيب اسنان وكان عنده اهتمام شيء معين، لكن اهتمامه على شوية صار هوس وبدأ مسك طريق بعد كده يعني، وصحبته رخصته اصلا في الاربعينات. فهو اللي كان يسوي كان يجوا لمرضى تعبانين في العيادة عندهم مشاكل، 1920 كان في مشاكل كثيرة ما بيعرفوا إيش سببها، فكان هو يعتقد أنه ممكن السن اللي متعالج فيه عصب يكون هو سبب المشاكل دي، فيخلع السن هذا ويزرعه في ظهر أرنب، والأرنب عادة بيموت خلال يومين. فصار يسويها لأكثر من 50 مريض، يأخذ منهم الضرس اللي هو معمول له علاج عصب وفيه خراج مشاكل، يخلعه ويزرعه في أو يغرزه في ظهر الأرنب وبيموت في خلال يومين. فاستنتج ايش العلاقه يعني، هو بيشوف تاثير الضرس. هو كان طبعا الكلام هذا قبل ما يطلع مواد حيوي وقبل ما يتطور، احنا 100 سنه بنتكلم. فهو وقتها قال انه خلاص معناه انه الضرس هذا اللي فيه علاج العصب هو اللي مسوي المشاكل، وانا حطيته في الارنب والارنب مات بنفس المرض خلال يومين. فهذا رقم واحد معتمدين عليه الى اليوم ده. هم بيشوفوا دكتور اللي اسمه برايس هذا انه هو عالم بالضبط. فهو من وقتها بدات مشاكل، احنا جينا في الخمسينات والستينات والسبعينات الناس كانت تخلع اسنانها بشكل كبير وكان فيها مشاكل، لانه يقول لك لا لو خليته بيعمل لي مشاكل او امراض في الدماغ او في اللي هم كان الروماتيزم والاشياء دي كلها كان يربطوها فيها. فاحنا اذا عرفنا انه هذا هو الاساس فاحنا نعرف انه الكلام هذا كله غير صحيح. الشيء الثاني، الدراسات الثانية اللي هي دراسة العلاقية، احنا هذا يعتبر دراسة مسح. احنا كمختصين بنعرف انه الدراسات هذه نتائجها جدا ضعيفة وما نقدر نقول انه هذا هو السبب. عشان نقدر نفهم يجيبوا مثلا 100 مريضة بسرطان الثدي ويشوفوا ايش الاشياء المتشابهة في المرضى هذه. احنا لو نمشي في الشارع بنلاقي اي مريض نوقفه غالبا حيكون في فمه يا علاج عصب يا حشوة، فهذا الشيء مو بس في المرضى هذول على مستوى المجتمع. فاللي بيصير انه في الدراسات هذه بيشوفوا العوامل المشتركه، واحده منها كانت انه في عندهم علاج عصب في نفس الجهه اللي في عندهم سرطان ثدي، فكانت هذه من النتائج اللي ممكن تكون يعني مشتركه. طبعا لما يجي احد غير مختص بيحاول انه يتصيد في الاشياء هذه بيقول لك اوه والله الدراسه الفلانيه قالت انه 80% او 90% من اللي عندهم سرطان ثدي في اليمين عندهم علاج عصب في اليمين، فيلا علاج العصب هو السبب. قد يكون هذا كلام فاضي يعني قد تكون المعلومة صحيحة لكن الربط هو اللي خطأ، هو الفهم غلط. يعني احنا لما نطالع في الدراسات هذه حتى اللي عمل الدراسة احنا عارفين اصلا اساس الدراسة وعارفين الضعف اللي فيها وايش الشيء اللي احنا ممكن نعتمد عليه. فاحنا ما حنقدر نجي مثلا نقول والله اللي عمل صبغة في شعرها هذا ممكن يكون سبب انه هو سرطان ثدي، لانه هذا مشترك بين الجميع. صحيح. واغلب يعني اغلب النساء بيكون في فتره من فترات حياتها انها عملت مثلا صبغه في شعرها. أكيد. فهذه الشيئين اللي يعتمد عليها
في هذا الموضوع البلبلة اللي بتصير من 60 سنة. فأنا أتمنى إنه الناس إذا عرفت المعلومتين هذه إن هذه هي المبنية عليها كل واحد يقدر إنه هو يعمل الاستنتاج بينه بنفسه إنه ما في أي شيء علمي إحنا بنعتمد عليه أو بنقدر نقول إنه هذا السبب 100%. هي كلها عبارة عن تكهنات، والتكهنات هذه بحين تأخذ كأنها أسباب، وهذا اللي بيصير فيه تشويش. والمهم إنه نأخذ المعلومة من مصدرها من صح. المختص. حلقتنا مستمرة، لسه عندنا أسئلة كثير ومفاهيم كثيرة متعلقة بعلاج العصب، هنسألها للدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان. ولازلنا بنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على واتس البرنامج 0556689201. لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا. والسكري. ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء لبرنامج طبابة على إذاعة ألف ألف إف إم الموجة السعودية، ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوا دنت لطب وتجميل الأسنان. وموضوعنا اليوم عن علاج العصب والمعلومات اللي المفروض أنه إحنا نعرفها من مصدرها. أرحب فيك مرة ثانية دكتور عبادة. أهلا وسهلا دكتور. دكتور إحنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أهمية أنه نأخذ المعلومة من مصدرها، وأنه ليش بعض الأحيان بيكون في مفهوم شائع منتشر بين الناس قد يكون مبني على دراسة ربما إنها صحيحة، لكن تفسيرها أو ربط المعلومات اللي فيها قد يعطي تفسير خاطئ أو استنتاج في بعض الأحيان غير صحيح تماما يعني. وحضرتك كمان تبقى تركز على نقطة مهمة وهي علاقة الأسنان بالمؤشرات الحيوية في الجسم. صحيح. طيب احنا عندنا حتى في الطب العام بصفة عامة من في آخر 5 أو 7 سنين صار في تركيز كثير على المؤشرات الحيوية تبع الالتهاب. يعني صاروا بيشوفوا أمراض القلب مثلاً أو أمراض السكر أو أمراض الجهاز الهضمي، وبيشوفوا بصفة عامة يلاقوا أن المؤشرات الحيوية للالتهاب في الجسم بصفة عامة مرتفعة. وصار في تركيز عليها، الأبحاث بتشوف الموضوع هذا، لأنه احتمال أنه بيكون في بعض العلاجات بتكون أو بيصير في تحكم المرض بشكل أفضل إذا نظرنا لموضوع المؤشرات الحيوية بصفة عامة في الجسم. فبدأ الحين الفترة الأخيرة أنه برضو حتى الخراجات في الأسنان صاروا بيجيبوا المرضى بيحاولوا ان هم يشوفوا المؤشرات الحيويه في الجسم بصفه عامه، وقت ما يكون في خراجات موجوده قبل لا تتعالج. وبيلاقوا انه هذه المؤشرات طبعا مرتفعه، لانه في النهايه في عندنا احنا دائما نقول ما نقدر نفصل الفم عن الجسم، احنا كلنا جهاز واحد متكامل، فلو في مشاكل في الفم ممكن بيكون لها تاثير على باقي اعضاء الجسم. فبيشوفوا المؤشرات بيلاقوها مرتفعه وبيحاولوا ان هم يتحكموا انه باقي الجسم ما يكون في مشاكل في نفس الوقت، وبيجيوا مرضى يعني عددهم كبير وبيعملوا علاجات مثل علاج العصب، ويجوا بعد 6 شهور او بعد سنه وبياخذوا مره ثانيه عينه دم من المريض وبيشوف المؤشرات هذه هل هو ما زالت مرتفعه بدات تتحسن. فاغلب المرضى انه بيلاقوا في تحسن لما يصير في تحسن في صحه الفم، لما يصير في تحسن مثلا في مستوى السكر، الناس اللي عندهم سكر لما يلاقوا تحسن مثلا في الروماتيزم وبعض الامراض. فهذا التوجه الجديد اللي صاير في الطب لسه ما في اي شيء استنتج منه، لكن احنا عشان في التخصص بنقرا الابحاث هذه وبنشوفها وعارفين انه حيصير في تغير. انا اتوقع انه حيكون 3-5 سنين 10 سنين بالكثير حيصير في بعض التغيرات اللي هي تكون للافضل طبعا ان شاء الله. طيب هننتقل لمحور ثاني يتعلق بالحوامل. في مفهوم شائع انه المراه الحامل بمجرد ما صار الحمل تنسى عياده الاسنان تماما، جاها الم ما جاها الم، ضرسها انكسر، سنها طاح، ما خلاص انت حامل انسي الموضوع. ايش رايك في هذا الكلام يا دكتور؟ طبعا الكلام هذا يعني غلط وخطير جدا. وللاسف اليوم هذا في مشكله كبيره انه الحامل تخاف يعني بعبع انه انا ما ابغى يجيني انا بسن عشان ما ابغى اروح للدكتور اسنان لانه حيصير في مشكله. طيب خلينا احنا نتفق انه الفرق بين الحامل وبين اي مريض ثاني انه احنا في عندنا عامل ثالث اللي هو الجنين داخل في المعادله. صحيح. فإحنا كل الخوف دائماً إنه الجنين ما بيصير له أي شيء، وطبعاً ما نقدر نلوم إحنا الأم أو الحامل لأنه في النهاية يعني من حقها إن هي تخاف وتكون حريصة عليه، لكن في نفس الوقت إحنا ما نبغى كمان نهمل صحة الفم أو إننا نخش في ناخذ مسكنات لمدة طويلة عشان والله ما بروح دكتور أسنان لأنه ممكن تصير في مشكلة. فإحنا لازم نتفق في البداية إنه أي شيء نقدر نعمله إحنا في وقت الحمل في عيادة الأسنان بيكون آمن، ولو في أي شيء
طارئ. طبعا احنا نقدر نقسم الحمل اذا طلعنا على 9 شهور. اذا جاء الم شديد او جاء انتفاخ في الوجه في اي وقت من 9 شهور هذه لازم تروح دكتور اسنان. ما ينفع حتى لو في 3 شهور الاولى. حتى لو في 3 شهور الاولى احنا عندنا توصيات وبرضه حتى طب نساء ولاده في توصيات مشتركه بيننا وبين اسنان. احنا في عندنا يعني نوع بنج معين نقدر نستخدمه يكون امن. نعرف احنا الاشياء اللي نقدر نسويها علاج طارئ ان احنا نزيل الالم، لانه في النهايه الالم لو جلس موجود طبعا حيتاثر هرمونات، حيتاثر ستريس ليفل، يعني هذا كله ممكن عكسيا ينعكس على الجنين، على الجنين وعلى نفس المريضه. فانت او انها تاخذ مسكنات بشكل كبير مفرط حيكون ليها مشاكل. طبعا ما ينفع ناخذ شهر شهرين بنادول كل يوم مثلا 5 مرات 6 مرات. فاحنا عاده نعالج مشكله بمشكله، لكن لو راح دكتور اسنان احتمال انه يكون مشكلتها جدا بسيطه. وعاده احنا يعني على علم ودرايه بايش يضر الجنين وشو، ولو في اي شيء عندنا غالبا نرجع احنا نستشير طبيب الاسنان النساء ولاده عشان نتاكد مثلا لو في شيء معين احنا لازم نتجنبه، سواء كان في البنج اللي نستخدمه او في مسكنات اللي نعطيها للحامل بعد العلاج. فال9 شهور هذه اذا في شيء طارئ لازم يتعالج. تمام. للحامل نفسه وللجنين. هل في اشياء ممكن يا دكتور تصلح في شهور معينه من الحمل وفي شهور ثانيه لا؟ طيب تمام، احنا بعد كده نقدر نقسم الحمل الى 3 فصول. في اللي هو 3 شهور الاولى، 3 شهور في النص، 3 شهور الاخيره. تمام. عاده الاشياء اللي ممكن تستنى احنا ما نحب نسويها في 3 شهور الاولى ولا الاخيره، لانه اصلا هذه الفتره عاده الحامل غير مريح ليها انها تجي عاده الاسنان. 3 شهور الاولى بتكون دائما عندها مشاكل، ما بتقدر تجلس فتره طويله، وطبعا في النهايه يكون الجنين موجود، فشويه صعب ان احنا ان هي ممكن تكون في كرسي اسنان ومرتاحه. فالاشياء اللي تستنى نسويها في 3 شهور في النص. تمام. 3 شهور 4 5 6 هذا لو في شيء نحتاج ان احنا نكمل علاجه، مثلا بدينا طوارئ ونحتاج ان احنا نكمله، او لو في حشوه تتغير ولو سبناها ممكن توصل مثلا الى عصب في 3 شهور الاخيره، احنا الافضل نسويها في 4 5 6 نسوي الاشياء، نسويها الوقائيه او التحفظيه. الشيء التجميلي واللي يقدر يصبر لا الافضل بعد الولاده. لكن البنج دكتور ما ياثر على الحمل او على الجنين؟ لا، هو في احنا عندنا انواع كثيره من البنج، ففي اكثر من نوع من البنج بتعمل عليه دراسات ومصنف انه هو امن جدا سواء كان على الحامل او على الجنين. ما في اي دراسه بتقول انه بيعمل اي ضرر عليه. فعشان كده انا بقول دكتور اسنان عاده عندنا احنا توصيات نمشي عليها. في نوع البنج اللي احنا بنستخدمه يكون آمن، نوع مسكن اللي نقدر نستخدمه، نقدر احنا نعمل إجراء بحين يكون إجراء طارئ وقصير في المدة لكن يشيل السبب، إلين ما نقدر احنا مثلا نخش في 4 5 3 ونقدر نكمل العلاج وقتها عشان ما يتفاقم بعد كده. أو لو انه مثلا يحتاج خلع برضو يكون شيء بسيط، لكن ان انت تتجنبي نهائيا تروح دكتور أسنان وما تعرف ايش اللي ساير وتقول لا والله انا الاشعه اللي هاخذها حتاثر على الجنين، ولا ممكن احيانا دكتور نساء ولاده يقول لها والله لو قدرت تتجنبي لا تروحي احسن، وهذا عاده بتكون بسبب انه عدم درايه طبيب النساء ولاده احيانا عدم درايه بالاشياء اللي احنا بنعملها في عاده الاسنان. فيكون سهل انه احنا بنقول الافضل اللي نسويه عشان لانه انا ما بعرف انا ايش اللي بيصير هناك. صح. فاحتياطا اللي هو عدم او جهل بالمعلومه احيانا نقول خلاص فلم اذا نقدر نستنى افضل. تمام. طيب هننتقل لمحور ثاني دكتور عباد وهو موضوع الأشعة. بعض الناس بغض النظر عن الحمل أو غير الحمل أصلا حتى يقول لك لا والله أنا سويت أشعة من شهر ما أبغى أعيد الأشعة مرة ثانية، ترى تكرار الأشعة غلط ويضر ممكن يسبب لا قدر الله سرطان. هل الأشعة آمنة يا دكتور؟ طيب بصفة عامة الأشعة سواء كانت السينية أو المقطعية اللي احنا بنستخدمها في عادة الأسنان آمنة. بس أنا دائما أقول كل شيء إذا زاد عن حده ممكن بينقلب ضده. يعني إحنا الموية ممكن بتكون سامة إذا استخدمناها بكمية مفرطة. فما نفس الشيء حينطبق على الأشعة، لكن ما ينفع نقول إنه والله لا أنا ما أبغى أدخل أشعة عشان هذه ممكن تسوي لي مشكلة. الكلام هذا ممكن في بداية الأشعة في السبعينات أول ما طلع، أول ممكن نستخدم ستينات والسبعينات، كان أيوه الجرعة الأشعاعية كانت مرة عالية. حكم ال 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 المستوى اللي كان يعني نشتغل فيه هذيك الفترة كان في صح كان في شوية تخوف، ومن وقتها الخوف هذا سار إلى يومنا هذا. بس إحنا اليوم يعني اللي موجودة بالتقنيات اللي موجودة جرعة الإشعاع بتكون يعني شيء لا يذكر صراحة. فأنا عشان بس نتكلم بمعلومات يعني علمية،
احنا الجرعة الاشعاعية تقاس بوحدة اسمها ميلي سيفرت. تمام؟ تمام. كل الاول كل مجتمعات الاشعاع بصفة عامة سواء كان اسنان او طبية متفقين انه 100 ميلي سيفرت في كمية او في فترة قصيرة، فترة هذه الى الان ما يعرف اصلا كم، بس هي عدد من كل هذه التجارب على الحيوانات، في فترة قصيرة 100 ميلي سيفرت ممكن تبدا نعمل شوية مشاكل في الجسم اللي هو المعرض للإشعاع. الأشعة اللي في عيلة الأسنان سواء كان سينية أو مقطعية تقريبا ما بتعدي من بوينت واحد إلى بوينت أربعة، ولا شيء يذكر. فإحنا نتكلم أنه ممكن 500 يعني أشعة مقطعية أقدر أسويها في فترة قصيرة خلال شهر أو شهرين عشان ممكن إحنا نبدأ نخش في المشاكل. تمام. فإذا عرفنا المعلومة هذه بنعرف هنرتاح نرتاح نفسنا ونروح ناخذ العلاج ونبدأ خطتنا. والأشعة مهمة جدا لازم ناخذها احنا في وقت العلاج ومفيدة جدا في التشخيص وفي معرفة انه العلاج نجح او لا. اكيد واكيد الدكتور ما هيختار شيء فيه ضرر على المريض، يعني هذه نقطة مهمة. حلقتنا مستمرة واسئلتنا مستمرة والمفاهيم الشائعة الخاطئة المتعلقة بعلاج العصب كثيرة ومتعددة، هنعرفها اليوم وهنعرف المعلومات الخاصة فيها من مصدرها، وهو هو الدكتور عبادة قصة استشاري علاج العصب وجذور الاسنان باكوادنت لطب وتجميل الاسنان. نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. نتابع معاكم حلقتنا بعد الفاصل. طبابة مع نشوى السكري، حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية. مع ضيف حلقة اليوم الدكتور عبادة قصطة استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوادنت لطب وتجميل الأسنان، وموضوعنا اليوم عن علاج العصب والمعلومات من مصدرها. طبعا بنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01 وهنجاوب على الأسئلة في الجزء الأخير من حلقة اليوم. أرحب فيك مرة تانية دكتور عبادة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلين يا دكتور. دكتور احنا كنا بنتكلم عن الأشعة وعرفنا كده أنه الأشعة آمنة وما منها ضرر أبدا. الحين دكتور لما ننتقل من الأشعة لموضوع البنج، كثير من الناس معتقد أنه البنج ما يشتغل بسبب شرب القهوة، هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ خاطئ. طيب طيب احنا خلينا اول شيء خلينا بس نتكلم على موضوع تجربه المريض. انا اعتقد انه تجربه المريض في عيادة الاسنان لازم تكون تجربه ممتازه. التجربه هذه تتحقق من دخول المريض للعياده، وقت انتظاره، دخوله جوه العياده في البدايه، تشخيص ياخذ وقته، نحن نسمع المشكله اللي عنده، نشرح له ايش المشكله الموجوده وايش الحلول. بعد كده وقت العلاج المفروض انه نحاول قد ما نقدر انه المريض ما يحس باي الم. تمام. فهذه كله يتحقق طبعا بالبنج انه ما يحس باي الم. في عندنا حالات معينه لما يصير في التهاب شديد في الضروس السفليه تصير شويه تغيرات طفيفه في المستقبلات العصبيه بتجعلها انها مقاومه للبنج مقارنه بالحاله العاديه لما ما يكون في التهاب. فهذه المشكله دي موجوده من زمان. انا ما اعرف صراحه كيف بدات موضوع القهوه، لكن انا اعتقد انه كانت دائما لما ما يشتغل البنج وبيسحب العصب وبيتالم المريض، وعاده هو المريض بيكرهه دكاتره العصب بسبب هذه التجربه، بس اعتقد كان دكاتره وقتها ما كان عندنا المعلومه دي قبل 20 سنه او 15 سنه. فكان بيسال انت ايش بتعمل، فكان يمكن المرضى كان يشرب قهوه كثير فيقول له انا ما نمت مثلا ولا اشرب قهوه ولا اشرب كركديه ولا اوكي ممكن اشرب القهوه، يسال اللي بعده ما يشتغل ممكن. انا اتوقع انها كذا، انا ما اعرف كيف بدات لكن منتشره في اكثر من مجتمع. فصار مثلا المريض يخش بيقول لي ترى انا اشرب قهوه كثير يعني فما حيمسك البنج. فاحنا لازم نعرف انه سببها بسبب هذه التغيرات اللي بتصير بسبب الالتهاب، حلها موجود وعندنا احنا طبعا طرق مساعده للبنج، بنحاول ان احنا نوصل كميه كبيره من البنج حوالين نفس السن هذا يعني البنج بيشتغل وبحنشتغل ان شاء الله بدون الم في اغلب الحالات. فنقدر نقول انه لا شرب القهوه ولا شرب الكركديه ولا الاشياء دي كلها بتخلي البنج ما يشتغل. لكن قد يكون دكتور في ناس بطبيعتهم شعورهم بالالم يمكن اقوى من غيرهم، وعلى العكس من كذا في ناس الالم عندهم الشعور فيه اخف. هو طبعا القلق والخوف والرهبه هذه عوامل 100% موجوده. احنا ممكن يعني مثلا غاز الضاحك هذا ممكن نستخدمه عشان احنا بس نريح المريض، في بعض الاحيان بعض الادويه اللي هي تخليهم شويه ريلاكس. اي لانه هو لما يكون متوتر
لو بيحس بشيء بسيط بتلاقيه هو يعني خلاص من البداية أصلا حاط في راسه وحاطه في راسه أنه هتحس بألم أو أن يكون عنده تجربة سابقة كمجرد ما تسوي أي شيء خلاص يبدأ يشعر. فأنت بتحقن يعني هذا دورنا إحنا دائما أنا بالنسبة لي لازم أحاول أن أنا أطمن المريض أقول يعني أنا بأوعدك إن شاء الله قد ما أقدر وإذا مثلا حسيت بشيء أنا يعني أعطيني خبر وأقدر أتصرف ممتاز. في النهاية أيوة إحنا يعني المختص عادة حنسوي أكثر من طريقة إحنا عندنا 1 2 3 4 يعني الأولى مثلا كان فيها مشكلة حنستخدم الثانية الثالثة الرابعة فغالبا ما حنوصل للرابعة اللي إحنا متأكدين 100% إن شاء الله إنه باقي العلاج بيستمر بدون ألم وأغلب المرضى بيقول لك يعني أنا كيف طب خلصت العلاج بدون ما حسيت ولا أي شيء هو في النهاية إحنا لازم نعرف الأسباب اللي تخلي البنج بحين ما يشتغل وإيش الطرق اللي موجودة اللي إحنا نقدر نستخدمها. جميل. طيب هننتقل الآن لموضوع ثاني أو محور ثاني وهو بعض الأحيان نشعر بآلام في الأسنان لكن ما يكون لها أي علاقة بالأسنان يكون لها علاقة بمشاكل أخرى في الجسم زي إيش وليش؟ هذه مشكلة كبيرة جدا إنه بيجي المريض بيكون عندي آلام مثلا في الضرس الفلاني إذا إحنا سوينا الفحص وأخذنا الأشعة وما في أي سبب واضح إنه هنا في مشكلة إنه يكون سببها ألم طبعا الصح المفروض انه احنا بنقول للمريض ترى ما عندك اي مشكله بعض المرضى طبعا والمراجعين بيزعلوا يقول لك لا كيف انا عندي الم في المكان هذا سوي لي العلاج سوي لي العلاج الفلاني صح يعني الدكتور اللي بيحاول انه هو يرضي المريض ممكن يسوي له العلاج انا اشوف انه هذا ممكن اكبر غلط احنا ممكن نسويه مع المريض اللي هو بيكون سبب الالم ما هو من الاسنان نفسها تحاول ترضيه لان ايوه لانه لو انت رضيته واشتغل وجاء بعد اسبوع الالم ما راح أنا أعتقد أن هذه ممكن يعني تكون كارثة بالنسبة للمريض بس للدكتور لأنه بيرجع بنفس الألم بيقول لك أنت خلعت السن مثلا أو عملت علاج عصب وأن الألم موجود فدائما لما يكون في ألم من مكان معين وإحنا نعمل الفحص كامل وما في سبب موجود أنا بالنسبة لي دائما مستحيل أني أعالج أقول للمريض أقول له إيش في عندك أشياء تانية خلينا نتكلم إحنا على الأمثلة الشائعة الموجودة أيوه. أنا في شيء عندي هذا أنا من قبل فترة فكرت سميته أنه آلام الأضراس العلوية الموسمية. الموسمية. أيوة. الموسمية. إحنا لما نجي هنا في جدة في عندنا مواسم تغيير الجو أيوة. واللي فيه عادة حساسية. الناس اللي عندها جبن فيه وحساسية. تزيد. الفترات هذه أنا لأن أنا عندي حساسية فأنا أعرف الفترات دي لأنه الأسبوعين أو الـ3 أسابيع دي أنا عادة بعاني فيها فأنا أعرف إنه كل اللي عندهم جبن فيها بيعانوا الفترة دي. إحنا بتزيد الزيارات. طبيب الأسنان بسبب آلام في الضروس العلوية في هذه الفترة بسبب الجيوب الأنفية بالضبط بسبب أيوه. الجيوب الأنفية فإحنا لما الفترة هذه أنا جاهز عارف أن أنا قدامي مثلا أسبوع أسبوعين نص المرضى غالبا هحولهم على أنف وأذن وحنجرة وما حيكون عندهم هذا وبعضهم حيكون لهم راح تعالج في مكان وجاني ويحس بالمشكلة ما زالت موجودة هي سببها الجيوب الأنفية هو متخيل أن الدكتور الأولاني دكتور الأسنان ما عرف يحل المشكلة فراح لدكتور أسنان ثاني صح فأنا عادة لما ما يكون في سبب في السن أنا دائما بسأل ولما يكون وقت الموسم هذا أنا بقول أنت عندك جيوب أنفية على حسية بعضهم ما يعرفوا نهائيا لكن في أشياء ثانية اللي هو الضغط والإحساس بالأشياء هذه والاحتقان لما يكون موجود بنقول أوكي روح لإنتي أو روح للأنف وأذن الحنجرة تأكد بس إنه الاحتقان هذا كله يخف وتعالوا بعد أسبوع أغلبهم ما يرجعوا لأنه لما يتعالج الجيوب الأنفية الضغط اللي بيصير والألم اللي بيصير على الأسنان بيختفي فإحنا هذا سببه من الجيوب الأنفية وفي ارتباط كبير ما بين الأعصاب الجيوب الأنفية وما بين الأضراس العلوية عشان كده هذا المكان اللي دائما إن هم مرتبطين مع بعض بحكم القرب اللي بينهم وفي الدماغ أو في النخاع المستطيل الخلايا حقتهم قريبة من بعض فهذا إذا أحيانا لما يعني يصير عندنا مشكلة في الجيوب ممكن إن هو يرجع لنفس اللي في بالضبط يسمى الألم الرجيع فهذا مرة ألم رجيع عندنا إحنا في منطقة الوجه والفكين جدا منتشرة فعندنا الجيوب الأنفية رقم 1 رقم 2 العضلات المضغ فعادة الناس اللي عندهم بيجزوا بالضبط اللي عندهم جز بالليل ذات اللي عنده ستريس أو بعض الأحيان يكون عندهم عادات إن هم بيجزوا بالليل هذا ولا غالبا 100% حتجيهم من فترة لفترة آلام يا في الضرس اللي تحت يا اللي فوق ومقتنع إنه هو الضرس هذا هو المشكلة وبيتعمله تلاقي علاج عصب 1 2 3 4 وبينخلع 1 2 والألم موجود لأنه الألم من العضلة نفسها ما هو من الأسنان لكن بيشعر فيه كأنه جاي من الأسنان 70-80% من الالتهابات اللي بتصير في عضلات المضغ بتتنقل على الضروس الخلفية أو العلوية لما يتعالج المشكلة حقة الجز بيروح ألم الأسنان بدون أي علاج هذول الاثنين يعني أنا أعتبرهم جدا 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 شائعين وأنا بشوفهم هنا مرة كثير بالذات إنه بعد جائحة كورونا موضوع الجز هذا والسترس صراحة شوية ارتفع
وصرنا بنشوف يعني ناس كثير صاروا بي يعني بيصير لهم جذب بالليل بسبب الستريس اللي هو لا إرادي. جميل. هنعرف يا دكتور بعد الفاصل إذا في انتفاخ في الوجه وألم شديد هل لازم ناخذ مضاد حيوي ولا ممكن نبدأ العلاج بدون ما ناخذ المضاد الحيوي؟ هذه برضو من المفاهيم ومن المعلومات اللي موجودة أو القناعات الموجودة عندنا. هنعرف الإجابة على هذا السؤال مستمعينا الأعزاء، لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوار. ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأعزاء، راح فيكم في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوادنت لطب وتجميل الأسنان. وموضوعنا اليوم عن علاج العصب والمفاهيم الشائعة حول هذا الموضوع. لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01، وأرحب فيك مرة تانية دكتور عبادة. مرحبا بكم. طيب نرجع دكتور النقطة اللي أثرناها قبل الفاصل، موضوع الانتفاخ اللي بيصير في الوجه هذا معناها إنه أنا ما أقدر أسوي أي شيء، لازم أخذ مضاد حيوي في الأول، هذا صح ولا خطأ؟ في أغلب الأحيان خطأ. يعني إحنا عندنا الانتفاخ بيصير بسبب مشكلة يعني معروفة، سواء كان يعني مشكلة تكون هي محدودة، يعني إنه في السن الفلاني يحتاج له خلع مثلا، أو السن الفلاني في خراج يحتاج له علاج عصب. فإحنا في عندنا شيء معروف وممكن إحنا نزيل السبب والمضاد الحيوي يكون مساعد. تمام. لكن المشكلة اللي صارت في الفترة الماضية سواء كان 20 أو 30 سنة الماضية إنه صار في فرط في استخدام مضاد حيوي، فصار يعني على كل صغيرة وكبيرة أصر مضاد حيوي وروح البيت وتعال بعد أسبوع عشان إحنا ما نقدر نشتغل، لأنه لو اشتغلنا هذا الخراج يتوزع في كل الجسم. ما أعرف إيش الأسباب وراء هذا التصرفات اللي كانت بتصير، لكن طبعا مشاكلها إحنا بنعانيها الآن في آخر كم سنة بسبب مشاكل السوبر بق أو مشاكل البكتيريا المقاومة اللي صارت بتطلع، لأنه ما صار في عندنا مضاد حيوي صار فعال، وهذه مشكلة كبيرة. احنا تقريبا من سنين ما طلع معنا مضاد حيوي جديد. فإذا احنا البكتيريا اللي موجودة حاليا صارت مقاومة لكل المضاد الحيوي اللي موجود بسبب فرط وسوء الاستخدام، فاحنا داخلين على مشكلة ثانية. فاحنا دكاترة أسنان جزء من المشكلة، الدكاترة في زملائنا في تخصصات ثانية كلنا نتشارك في هذا الشيء، فالمفروض انه لازم يكون صرف مضاد حيوي بشكل مقنن جدا، ما نحتاج نوصف 10 أو 20 يوم بدأت في الأسنان يعني أغلب الأحيان. يعني إحنا الآن توجهنا من 3 إلى 7 أيام بالكثير، ما نحتاج إنه لازم نأخذ 10 أيام عشان الالتهاب يروح، بالعكس إحنا ممكن 3 أو 5 أيام أول ما تروح المشكلة. إحنا دائما نقول المراجعة إذا عندك مثلا انتفاخ وحاسب السخونة، إذا انتفاخ اختفى بعده يوم يومين وقف المضاد الحيوي، لأن بعد كده خلاص الجهاز المناعي بدأ يشتغل، فما له داعي أن أنا أحطه على 10 أيام، لأن البكتيريا تتعرف على هذا وبتأخذه مرة ومرتين وثلاثة حيصير مقاومة، تأخذ المضاد الحيوي الثاني صارت. فإحنا داخلين على مشكلة مرة كبيرة وتوقع كل المجال الطبي بيتكلم فيها، فكل واحد مننا مسؤول، ومفروض أن إحنا ما نوصف الأشياء هذه بدأت مضاد حيوي إلا ما يكون نحتاجها يعني 100%. جميل. في موضوع دكتور كده حابة يعني برضو أسأل حضرتك عليه، احنا نعرف انه يقولوا دائما العقل السليم في الجسم السليم، واطباء الاسنان حوروا هذه العباره وقالوا انه الفم السليم بيؤدي الى جسم سليم وبصحه متعافيه باذن الله تعالى. طيب انا عرفت من بعض المصادر انه حضرتك بتمارس هوايه معينه، بتمارس الرياضه لكن تحديدا السايكلينج او قياده الدراجات. ايش الموضوع يا دكتور وايش علاقه الرياضه بصحه اجسامنا وتحديدا صحه الاسنان؟ المصادر متابعين يا دكتور. اي نعم، عندنا مصادر خاصه هنا في الف الف. طيب طبعا انا عندي هوايه السايكلينج او الدراجه هوائيه، انا اعشقها واعتقد ان هي من هوايات الجميله جدا ومنتشره على مستوى العالم. احنا عندنا في السعوديه انتشرت اتوقع في 10 سنين الماضيه بشكل كبير، وصراحه شيء مفرح اللي احنا بنشوفه. يعني احنا عندنا في جده هنا في فريق اسمه دراج جده تحت الاتحاد السعودي للدراجات، طبعا هو فريق هو آخر مرة أعتقد إنه كان في فوق 2000 مشترك. ما شاء الله. طبعاً في فرق نسائية فرق رجالية، وصراحة الجماعة يعني بيشتغلوا فيه بشكل جداً بروفيشنال، هو كله جهود فردية وهو. ف
فأنا بالنسبة للرياضة هذه طبعا هي شغف، وأنا دائما يعني أنا بدرس في الجامعة، فطلابي دائما أنهم لسه في بداية العشرينات، فأنا بقول لهم حاول أنك أنت تلاقي هوايتك ونميها من الآن، أنكم لسه أنتوا صح مهم مو مرة صغار لكن لسه أنتوا في بداية الحياة، فحلو أن واحد يكون عنده هواية. إحنا ممكن جينا وجيل اللي قبلنا كان هواية ده ما كان مهتم به بشكل كبير، كنا لازم نركز إحنا في الشيء اللي نبغى ندرسه ونشتغل فيه. الهواية جزء مهم للصحة العقلية، الصحة النفسية. إذا كانت هوايتك رياضة فأنا أعتقد هي اثنين في واحد. يعني أنت استفدت هنا وهنا، لكن مو شرط أن لازم تكون هوايتك رياضة. اللي عنده هواية رسم، اللي عنده هواية طبخ، أهم شيء اعرف هوايتك، لأنه في النهاية الشغف هذا حيخليك تفصل في اليوم. إحنا عندنا ستريس سواء كان في البيت في الشغل، فالواحد يحتاج فترة معينة أنه هو يفصل فيها، وعلى بال الهواية أو الشغف تخليك أنك أنت تروح مكان ثاني وأنت ما أنت حاس. فأنا بالنسبة لي الدراجة بتحقق لي الشيء هذا. أنا ممكن محظوظ إنها هي رياضة في نفس الوقت شغف. ليش الدراجة تحديدا؟ يعني ليش ما تمارس مثلا هواية الركض، المشي، السباحة؟ ليش الدراجة تحديدا؟ أنا أعتقد أنا جربت أشياء كثيرة، لكن هنا في أمريكا بدأت. أنا في أمريكا كانت منتشرة بشكل كبير صراحة. هناك يعني في طرق لل هذه مشكلة إحنا موجودة عندنا حاليا. وفي مشاكل مثلا الفترة الأخيرة في ناس بدأت تقول لا والله ما هي آمنة لا حد يعمل. أنا أعتقد أنه كل رياضة أو كل شيء بنعمله ممكن يكون آمن وممكن يكون غير آمن. لازم نعرف إحنا المشاكل اللي بنواجه بالضبط. يعني أنا ما لو صار حادث أمس ما حقول والله اليوم ما حسوق سيارة لأنه أمس صار حادث واحد مات. صحيح. لكن عارف أن هذا الخطر ده موجود. إحنا عندنا مشكلة أنه ما في طرق مهيئة للدراجة إلى الآن. فأنا أشوف أنه عادة في الويكند في الصباح الوقت مرة مناسب اللي بيمارس هواية الدراجة، لأنه الناس أغلبها نايمين فالشوارع فاضية يعني النور موجود، فلو في مشاكل في الطريق في حفر أشياء جديدة اللي بتصير سهل إن إحنا نشوفها في النهار. بس أنا شوية ممكن عندي تحفظ لأنه في المساء ومع زحمة السيارات وفي نص الشارع وبعدين يصير في زي كده تحفريات أو شيء زي يعني شوية خطيرة. إلين ما يصير في عندنا طرق خاصة بالدراجات. وقع في الرياضة الآن عندهم اللي هو المشروع اللي هو 100 كيلو في دبي موجود 90 كيلو مجرد مسار دراجات فقط. بدأت الناس اللي هم الرود درجات الرود نحتاج مسافات طويلة. فأتمنى جدا إن شاء الله خلال السنة سنتين الجاية بيكون في عندنا على أقل مسار حتى لو 20 كيلو 40 كيلو بإذن وفي الله. منصة اسمها منصة هاوي برنامج جرة الحياة من برامج الرؤية أتوقع لها سنة ممكن أو سنة ونص في منصة اسمها هاوي. أتوقع آخر مرة شفتها كان أكثر من 10,000 مشترك ما شاء الله. طبعا هذه كل بدعم من الدولة وباشتراك من أغلب الوزارات فيها. يدعموا كل الهوايات اللي موجودة. اللي بيخش في المنصة هذه بيلاقي الهوايات اللي موجودة على مستوى المملكة. طبعا الدخول كله مجاني. انت بتشوف مين في مثلا في البلد بيمارس هواية انت بتجربها وتحاول تنميها ممكن تتواصل معها بالضبط. فهم هذا اللي بيسووه في برنامج جودة الحياة. وانا شكرا دائما اقول الهوايات والاشياء والشغف هذا كله جزء من جودة الحياة، لانه لما تعمل الساعة والساعتين هذه انت بتنسى كل شيء لانك شيء بتحبه وبتلاقي ناس بتشاركك نفس الهواية. فبتلاقي هوايات صراحة في بعضها انا ما توقعت انها موجودة. فتلاقي في فرق بتكونت كلهم هواة. في بعض الأشياء اللي ممكن تشترك فيها، لكن المنصة مدعومة من الدولة وأي أحد يقدر يخش عليها أتوقع hawi.gov.sa. ممتاز. يعني من خلال برنامجنا طبابة هذه دعوة من حضرتك دكتور عبادة أسطى لكل المستمعين وكل اللي بيتابعونا إنه نمارس الرياضة وتحديدا قيادة الدراجة، لأنه أنت يعني تحبها لكن بالطريقة الصحيحة اللي ما يكون يترتب عليها أي مشاكل أو صحيح. ممكن تكون قبات. عاملة ممكن تكون عاملة، لكن نحتاج إنه إحنا نستغل الوقت المناسب إن شاء الله نقول يعني ما تصير فيها مشاكل. لكن أتوقع أنت متى تقود الدراجة يا دكتور؟ شو الوقت؟ يعني أنا الوقت بالنسبة لي أنا عادة حاليا في الويكند الساعة 5 الفجر. 5 الفجر؟ من 5 إلى 8 في مجموعات كثيرة. أغلب المجموعات يطلع مجموعات كبيرة طبعا متفرقين، لكن بتلاقي طريق أبحر. أيه يعني تشعر أنه في معاك ناس بتشاركك نفس الهواية. في مجموعات رجال ونساء أغلبهم هواة أو 90% منهم هو. فغالبا الويكند في الفجر من 5 إلى 9 بتلاقي الشارع فيه دراجات كثيرة وما تلاقي فيه سيارات، وصراحة يكون الموضوع آمن وما في أحلى. يعني اللي بيعمل رياضة في الفجر ما في أحلى منها. تحمسنا يا دكتور.
الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب هناخذ كذا يعني إذا في باقي معانا وقت بسيط هناخذ بعض الأسئلة اللي جاتنا. عندنا أبو فراس يا دكتور يقول السلام عليكم، معكم أبو فراس، حاب أسأل هل للأسنان علاقة بالجيوب الأنفية من ناحية الألم؟ لأنه أنا مرة يكون ألم مرة الأسنان ومرة في الجيوب، يعني هو عنده الألم متبادل بين الجيوب الأنفية وبين الأسنان، فهل ممكن هم يسمعوا في بعض؟ إلا يسمعوا في بعض طبعا. بس التسميع الأغلب يكون من الجيوب يسمع في الأسنان 100%. إحنا في عندنا أنا دائما أسهل أقول مشكلة أسلاك أسلاك. مشكلة بالضبط هو الأسلاك، الأسلاك اللي بتوصل للأسنان وللأعصاب مشبوكة في المودم نفسه اللي فوق يكون متقربين مع بعض. فهو الأسلاك بيصير فيها تشابك بينهم، فعادة في الكمبيوتر اللي موجود في الدماغ بيعطي إشارة إنه عندك ألم في الجيوب، عندك ألم في الأسنان. فعادة اللي عنده مشكلة في الجيوب لو تعالجت 100%، طبعا احنا بنتكلم انه ما يكون في مشكله ثانيه في نفس الوقت موجوده في الاسنان، بحيث ممكن يكون في خراج ما في اي مشكله، وقت ما يهيج الجيوب الانفيه ويصير في التهاب ممكن يبدا يسمع في السن اللي فيه مشكله. فنشتغل احنا على بنعمل علاج للسن، لكن لازم برضو يتعالج مشكلة الجيوب الأنفية عشان نوصل لحل إنه الألم يختفي نهائيا. تمام. سؤال تاني دكتور يقول عالجت العصب عندي وللأسف الشديد العلاج العصب لم يكن صحيح، وبعد ما أجريت بعد ما انتهيت من هذا العلاج اتضح إنه لازال في بقايا من العصب لم يتم علاجها، فهل ممكن إعادة علاج العصب أم أنه ممكن يترتب عليه مضاعفات؟ لا هو احنا نقدر نعيد علاج العصب. علاج العصب ينعاد يعني نقدر نعيد يعني بنعيده غير جراحي. بعض الاحيان لو كان العلاج العصب معمول بشكل ممتاز ممكن بعض الاحيان يكون في بعض البكتيريا او الفطريات تكون في خارج سطح الجذر، ممكن نعمل اعاده علاج جراحي. فالعلاجين هذه كلها نسبه نجاحها عاليه، واذا احتجنا نسويها غالبا بنعملها يعني وما بنخلع. الله يعطيكم العافية دكتور عبادة. شكرا لك الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوادنت لطب وتجميل الأسنان. شكرا لوجودك معنا الدكتور عبادة، استفدنا منك وتحمسنا إنه إحنا نبدأ نمارس الرياضة وتحديدا قيادة الدراجة. شكرا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، نلقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي من خلف المايك، أنا نشوى السكري ومخرج الحلقة رائد باراجي. نترككم الآن في حفظ الله ورعايته. Thank you.